أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة من عين تيموشنت أنه سيتم استلام 12 مخبرا لمراقبة النوعية وقمع الغش، هذا خلال العام الجاري عبر أنحاء الوطن. طه شعبان. تشهد ولاية عين تيموشنت قفزة نوعية في إنجاز الأسواق الجوارية بهدف القضاء على التجارة الغير الشرعية وخلق مناصب عمل جديدة تسمح لشباب المنطقة بولوج عالم الشغل. وزير التجارة مصطفى بن بدا وخلال معاينته لهذه المشاريع أكد على ضرورة توفير ظروف عمل مريحة لأعوان الرقابة والتجار، كما أبدى ارتياحا كبيرا لهذه الإنجازات. شبكة هامة من الهياكل التجارية الجوارية، أسواق مغطاة، أسواق جوارية، اللي راح تسمح بتنظيم النشاط التجاري، تمتص البطالة وتمتص أيضا التجارة الموازية وتعطي فضاءات عصرية للمستهلك. وهناك أيضا دعم مالي إن شاء الله، هناك غلاف مالي لسنة 2014 راح يوجه لهذه الولاية باش تنجز مجموعة من الهياكل التجارية المغطاة، أسواق مغطاة للخضر والفواكه تدعم بها الحظيرة نتاع الهياكل التجارية في هذه الولاية. وستستفيد ولاية عين تيموشنت من 3 مشاريع لمفتشيات إقليمية للتجارة هي في طور الإنجاز بهدف تقريب الإدارة من المواطن، بالإضافة إلى مخبر لمراقبة الجودة وقمع الغش لحماية المستهلك والحفاظ على الاقتصاد الوطني.